هناك إذا كان للأب بنت متبرجة فهل يحاسب الأب؟ له حالتان. الحالة الأولى يستطيع أن يمنعها من التبرج، فهذا يجب عليه أن يمنعها من التبرج وهو آثم لأنه يسمح لها بالتبرج. الحالة الثانية أنه لا يستطيع، وبالتالي عندها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويا إخوة، هناك بلاد لو قال الرجل لابنته تحجبي لها في القانون أن تحبسه. وبالتالي إذن الأصل أنه يجب عليه، ويأثم إذا لم يأمرها وينهى ويمنعها، لكن عند عدم القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.